هذا الذي أقوله. لكن لا أقول بأن الذي قال أن التوحيد ثلاثة أقسام أنه مبتدع، ولا أقول بأنه قول يدخل في البدعة. وكذلك الذي يقول بأنه أربعة أقسام، لا أقول أن هذا القول بحد ذاته يكون بدعة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من يقول بتوحيد الحاكمية يعتبر من أهل البدعة؟ نعم، ما في توحيد الحاكمية. من قال الحاكمية؟ قالوا إلا جماعات العصرية هذه. الحاكمية داخلة في أفعال الله، وداخلة في العقيدة، وليست هي العقيدة حاكمية. نعم، هذا كلام بعض الفرق المعروفة. نعم، اللي عندهم من الدين بس الحكم، يريدون الحكم فقط. نعم. أنا أعطيكم قاعدة تقولها لكل شخص يقول أن الذي يقول بتوحيد الحاكمية مبتدع. تقول له: اعطني تعريفا للبدعة. اسألوا أي شخص يفهم وابحثوا عن جواب، لن تجدوا. مقطع الذي ينشره المداخل لابن عثيمين رحمه الله أنه ينكر التقسيم، ينكر أن الحاكمية قسم من أقسام التوحيد. أحسن الله إليكم، ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ نقول إنه ضال وجاهل. ضال وجاهل، نسمع لماذا؟ لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل. طيب، المشكلة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو أساسا عندما تكلم عن هذه المسألة هو ليس عنده تصور حقيقي لقولهم، فحكم عليهم بالجهل والضلال. لماذا؟ شوف، أولا هو قال أن التوحيد الحاكمي هو توحيد الله عز وجل، التوحيد الحاكمي هو توحيد الله، ثم قال، فنسمع هذا الكلام جيدا لنعرف أن الشيخ ليس عنده تصور صحيح لقول هؤلاء الذين قال عنهم أنهم مبتدع. اسمع ماذا يقول. أنا وهذا قول محدث منكر، وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحيد الحاكمية. هل معناه أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا؟ يقول لا يمكن أن توحد الحاكمية، مع أنه قال توحيد الحاكمية هو توحيد الله. هذا أولا. ولكن نقول هو ليس عنده تصور حقيقي لقول هؤلاء الذين بدعهم. لماذا؟ اسمع. أما هل معناه أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا؟ هل هم يقولون بهذا؟ هو متصور أنهم يقولون أن توحيد الحاكمية يعني يكون توحيد يكون حاكم الدنيا كلها واحدا، أم ماذا؟ إذن هو لا يعرف ما معنى قولهم، ولا يعرف ماذا يريدون من قولهم، فقال هذا ضال وجاهل. فكيف يستشهد بكلام من لا يعرف حقيقة القول أو معنى القول، واتهم القائل بالضلال والجهل؟ كيف يستشهد بكلامه على من قال؟ هو لا يعرف حقيقة ذلك القول، لا يعرف المراد من ذلك القول. هو يقول اسمع والله شيء منكر، وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد. هل معناه أن يكون حاكم الدنيا كلها واحدا أم ماذا؟ إذن هو لا يعرف، شيخ غير متصور كلامهم تصورا حقيقيا فبدعهم. لكن يبدو والله أعلم أن الذي وضعه من أجل القيام على الحكام فيقول أنتم يا الحكام ما وحدتم الله بل أنتم مشركون حتى يهيئ الأمر للخروج عليهم، والله أعلم بالنيات، لكن هذا واضح من تصرفات بعضهم. وتكلم من ليس أهلا للكلام، تكلم في العلم والأصول من ليس أهلا للكلام. وإذا تكلم الإنسان في غير اختصاصه فإن الأمور تفسد والعلم يفسد، لا بد أن لا يتكلم في أمور الدين والعلم إلا أهل الاختصاص وأهل العلم. ولا يصلح الأمر فوضى، كل يتكلم ويدعي العلم كما هو موجود الآن من المتعالمين
الذين يجرون مسائل العقيدة ويتكلمون فيها الآن، تكلموا في الإيمان وحقيقة الإيمان وتكلموا في أشياء وهم لا ليسوا في العير ولا في النفير، ليس عندهم علم ولم يتعلموا على العلماء، إنما تعلموا على أنفسهم واعتمدوا على فهمهم وصاروا يقعدون قواعد من عندهم ومن فهمهم. نعم، هذا في الأثر إذا تكلمت الرويبضة، يعني من علامات الساعة أن يتكلم في أمر العامة من لا يصلح للكلام وليس معروفا، يتكلم في أمر العامة من ليس معروفا للعلم، هذه هي الرويبضة، وتكلمهم من علامات الساعة. فلا يصلح أن يتكلم في أمر العامة والمسائل العامة إلا أهل العلم الراسخون في العلم، ما يتدخل فيها كل واحد، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور العامة للأمة لا يتكلم فيها إلا أهل الاختصاص،